مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في هذا الخبر من شاشه شوف تي في. انتشرت صوره مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي من حفل تكريم استاذه جامعيه بمدينه فاس. هذه الصوره خلقت الجدل بسبب هديه التكريم اللي كانت عباره على الصينيه ديال اتاي، وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع هذه الصوره، واعتبروا ان هذه الهديه ما كتشرفش مهنه التدريس، خصوصا وان هذه الاستاذه المتقاعده عطات الكثير للكليه اللي كانت كتدرس فيها، وكاين اللي تسائل على السبب اللي خلاهم ما يغلفوش هذه الصينيه على الاقل باش ما تبانش الهديه اللي فيها الداخل. وكاين اخبار كتروج دابا على مواقع التواصل الاجتماعي على ان مجموعه من الفعاليات الجامعيه غادي يقوموا بتنظيم حفل تكريم ثاني كيليق بمكانه هذه الاستاذه ويعوضها على الفضيحه الاولى ديال الصينيه. بهذا غادي نوصلوا لنهايه هذا الخبر، تبقاو على خير.